السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنعرف واحد السيد زوج بنته لواحد الشاب شنقول لكم، دائما في الصفوف الأولى من رواد المسجد، صلاة الفجر في أوقاتها وباقي الصلوات. شاب الابتسام على محيا ديما وجهه مبشور، شاب ديما الهندام الملابس ديالو نقية، شاب من العمال للدار كيخدم بصحته، عطي الله الصح كيخدم، واحيانا كيجي من الخدمه كيزيد يبيع ويشري احيانا في المناسبات. الاب ديال هاد الزوجه سول عليه يكون السيد فيه شبرير، والو، لا يدخن لا يشرب الخمر، ما كيعرفش شنو هو القمار، كيعرف غير الدار العمال مزيان. هاد الاب ديال هاد الزوجه ما اكتشفش واحد المشكله في هاد الشاب. نتوما اللي غتقولوا لي اشنايا، كاين اللي غادي يعرفها، انا كنكمل الحديث ديالي، كاين اللي غادي يعرفها. فزوجوا ببنته، تصوروا البنت حامل، البنت حامل، المراه كتوحم، جيب لي هادي، بغيت هادي، والو، واخا يسوف بلاتي من بعد نسيت. حتى كدازت الامور، ولدات السيده كنقولو نفوسا نفسا، دير هادي جيب هادي، من بعد واخا بعيد نسيت نعس درت الامور دازت. فهاد السيده كتعرفو الزوجه راه تحن الى اقاربها، الام ديالها، الاب ديالها، الاخوه ديالها، خاصها تشوفهم واش بقى هي في بيت الزوجيه. فهو ماشي يمنعها، غنشوف والدي سيري، ولكن هذيك الزوجه راه باغا تدخل على والديها، باغا تدخل حرفيه، خاصها تدخل هزه حلوه فاكهه، تدخل عليهم بشي حاجه اللي تفرح الوليدات، خاصها يكون عندها، تقدر تعطي لوالديها واحد مبلغ ميسر مثلا، شي حاجه قليله، الاب ديالها شري لهم شي حاجة، فهمتوني كيفاش؟ هو لا، ما عندوش. المهم هذا هو التعامل ديال هاد السيد مع الزوجة ديالو، اللي كتبغي دير واحد الطعام، كتبغي واحد اللباس، كتبغي واحد الحاجة في البيت، كتبغي واحد تشري واحد الحاجة للبيت اللي في المصلحة ديالهم بجوجهم، والو، كتبغي تاهي واحد مبلغ مالي اللي دير واحد الأكل مناسب، هي اللي عارفة، كاين شي حوايج ديال العيالات هما اللي عارفين. هو لا، في هاد الامور الماديه كما كيقولوا ما تجبديهاش عليا، الا الامور الماديه. فلعلكم عرفتوا هاد الخلق، وهو البخل، وكل اللي زاد في البخل ولا شحيح، ولا شحيح يعني بغات الناس يكونوا بخلاء. ف اللي عرف شي واحد بخيل كنصحو ما يعطيش بنته للبخيل، البخيل عدو نفسيه، البخيل محر راسه، البخيل واحد الوقت غادي يجيبها في راسه، لان ما دايرش خير حتى في راسه في الماكله، بقات في الهندام. وكنعرف قصص حزينه ديال شحال من واحد، هذا البخل ديالو رسلو على الطبيب، هذا البخل ديالو خلى الناس تكرهو. بالعكس، الانسان الساخي الناس كتحبو. وخلينا نفرقوا ما بين البخل والاقتصاد. الاقتصاد هو كتمشي مع الوقت، كتمشي مع جيبك، دايز مع الوقت هنا بخير الحمد لله، هذه من مره ناكلها، هذه ما ناكلهاش، واحد المره هذه غاليه عليا نقص نجيبها، ولكن كنت ناكلها في مره نقسمها على جوج، كنت نجيب كيلو تاع اللحم، نجيب نص كيلو الى اخره، ودايز مع الوقت. هذا اقتصاد، ماشي مشكل. الماء نشور عليه، نشرب على قدي، نغسل السياره ديالي مثلا، نستعمل السطال، هذا ماشي بخل. كنمشي عند مول لافاج غسل السيارات اللي نغسل انا في الدار، عندي بجوج سطول ولا كذا، كنمشي لواحد العطله القديم الزمان، ما مشيتش هذا العام، حتى العام الاخر كنشري عجل ولا العجله ولا جمل ولا ما شنو في العيد الاضحى، نشري انا خروف. هادشي اقتصاد، ماشي بحال البخل. البخل خطير، الانسان ويكون سخي. قال عليه الصلاه والسلام: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار،
ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. شي عابد بخيل، جاهل سخي فضل منه، لأن داك البخل اللي هو صفة شيطانية غادي تجرو عند الشيطان. الله يهدي الناس. حتى هذا اللي بخيل مع الزوجة ديالو اللي غادي تنجب ليه أبناء، وبخيل على نفسه وبخيل على بطنه، هذا لا تنتظر منه حتى حاجة. والله يجازيكم بخير، فرقوا ما بين، حيت وحدين ما كيفرقوش ما بين البخل والاقتصاد. الاقتصاد مزيان نقتصد، والبخل راكم شتوه كيدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.